هادو حتى حاجه ما عندنا في هذا المعازيز، عندنا لا ما لا واد الحار لا رئيس لا حتى حاجه، والشباب ديالنا ضايع ولا بيلانس ما كايناش، والناس تيديروا الدياليز تيمشيو مساكين غاف 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 المركوب، وما عندهمش مساكين حتى باش غادي غيداويو راسهم، وكل شيء عندنا الواد الحار مخلط مع الماء، المارشي ما عندناش، حنا جالسين غير ما عندناش حتى فاش غنخدموا. هاد المسائل اللي كتقولي دابا هي واحد المسائل اللي كتحفظ الكرامه ديال المواطن في الارض. واش نتوما طالبتوا بهاد المسائل؟ هبطتوا عند المسؤولين؟ ما تنمشيو وما تيديوهاش فينا، حنا ما عندناش ما فحالناش، الناس اللي ما عندهمش ما كيديوهاش فيهم، ما كيعتبروهمش واش كاينين. السبيطار ما عندناش، الا مشينا درنا غير الراس كنبغيو نجيبوا غا الدواء كيقولوا لينا اري ولينا باش نعطيوكم الدواء. ما لا ما عندكش باش غتجيب الدواء، ما عندكش 400 ريال ولا 1000 ريال كتصيفط كتقيد لك في الورقه وتمشي ويزوطوك. لا بيلانس لا ما عندكش 100 درهم موت تمايا ما تديكش. هذا الشيء اللي احنا المعازيز ضايعين، الشباب ضايع، حتى حاجه ما عندنا، وبنادم اللي درويش ما كيديها فيه حد، حتى حاجه ما كيديوهاش فينا ولدي. حنا تنطلبوا من المسؤولين يشوفوا هذا الشيء اللي طاري لينا داخليه، ما كاين مسؤول هنا في المعهد. حنا تنطلبوا لسيدنا هذا الشيء وصل سيدنا، تنطلبوا عشان الملك الله يحفظوا لينا، هو عاطينا الحقوق ولكن الشفاره عندنا قتلونا، الله ياخذ فيهم الحق. المعاناه ديال المنطقه المعاناه في الاقليم ككل المعاناه، لان النخبه اللي غتمثل ما تجيش نخبه في المستوى، وعندنا المجالس الاقليميه والمجالس هكا، يعني الناس تطلع بالمال تتبدد المال، تتلعب على الضعف ديال القريه بالمال، وتا المجلس ديال العماله والسلطه وهذه يعني تتغاضى على شي مسائل شي امور هكا شي امور. لا ملي نصوتوا لهم يعني المجالس الاقليميه اللي تترأسوها كاين ثلاثه ديال الكليكات تيلعبوا على المال، كاين فيهم الاخر تيبيعوا الوهم للناس وتيلعبوا على الضعف ديال الساكنة عندها خصائص ديال المال، تيلعبوا لهم على الضعف، توصل الانتخابات تيبتزوا الناس، والاعضاء ديال الجماعة كذلك هما تيبتزوا يعني باش يوصلوا للجماعة، ومن بعد انه تتلقى القرية ككل يعني ما فيهاش شي حاجة، كمجلس اقليمي ما تدارش، ها هو الشارع غتزتوه يعني دار المجلس الاقليمي، السلطات ما خدات حتى شي حاجة. فيش واد الحار الشارع الرئيسي؟ واد الحار اللي بغيت نهضر لك عليه، واد الحار كانت دارت دراسة هذه سنين، كانت دارت عقدة ديال المكتب الوطني ديال الماء الصالح للشرب مع المجلس ومع المجلس الاقليمي، يعني باش يمولوا واد الحار البنية التحتية باش تعود القرية، لأن القرية بلا واد الحار راه قرية لا تعتبر. يعني ما حتى شي حاجه ما كاينش، هذه سنين دارت هذه الدراسه هذه، وكانت رئيس الجماعه الاسبق كان تيقلبوا على الارضيه فين غيديروا هذا الحار، ولكن ما بين الفينه والاخرى ما تتبقى حتى شي حاجه، يعني هذه المسائل ما تتلقاش فيها غير المجلس، تتلقى فيها حتى المجلس الاقليمي، تتلقى فيها حتى السلطات. حاولتوا انكم توصلوا هذه الرساله ديالكم للمسؤول؟ احنا تنحاولوا نوصلوها للوالي اليعقوبي. يدخل لهذا الاقليم هذا غير الداخليه بصفه عامه، والوالي ليعقوبي نوصلوا عليه باش يدخل لهذا الاقليم هذا، اقليم هش ما فيه حتى شي حاجه تعتمد على الفلاحه وتعتمد على هذه المداخل ديال القريه، الناس عندهم مشاريع ديالهم يوميا الغبره تدوز لهم، ها الماء هو كالماده اساسيه وحيويه، ها هي ما تلقاهاش بنادم باش يحكم بنادم باش يحكم، وهذا الشيء كاملين جاي من لان من المكتب الوطني للنيابه، يعني البنيه ديال القوات ها هما دابا راكم شفتوا الماء كيجي. كنقدم واحد النداء للناس المسؤولين في قرية المعازيز بأنه هو الماء كيجي للناس اللي كاينين في السكنة عالية كيجيهم غير الريح، كيدخلوا في بروميير ترونش ودوزيام ترونش وتروازيام ترونش، وكاينين الناس اللي كتخلص كاتريام ترونش، علاش؟ على وديت غا لابريسيون ديال الريح، أما الماء راه ما كاينش نهائيا، كاينين الناس اللي ما كيوصلهمش الماء لأربع أيام خمس أيام ست أيام وما كيوصلهمش الماء نهائيا. اما المرافق اللي هي اوليه باش تكون هنا في قريه المعازيز راه ما كايناش، لا من المرافق العموميه لا من المساحات الخضراء لا من الملاعب القرب لا دور الشباب لا حتى حاجه ما كايناش هنايا. وبالنسبه لهذا المشروع هذا اللي كاين هو عامين هادي بانه هو راه كاين انا المسؤول عليه ولا المقاول اللي كان شادو تيقولوا على انه معتقل ولحد الان ما عارفين عليه حتى حاجه، والمشروع مؤخرا سمعنا بانه هو راه تعتقل الساكنه تضيع
هنا ما عارفينش في داك الشيء. كاين المجلس القرهوي هو اللي خصو يتابع هذا الشيء، ماشي المواطن هو اللي خصو يعرف واش داه ولا ما داهش. راه المسؤولين ما كاينينش في هذه البلاد. كتهضر مع شي مسؤول تيقول لك ديرها في الحبس، راه ما عندنا ما نديرو هنايا، ولكن الناس اللي غادي تقلب على هادشي راه ما كايناش. واش فكرتي على هجينا ولا كتقلب على شي حاجه اخرى؟ العلم لله. بالنسبه للمسرور سمعنا انه راه تريزينا غطاء المقاول اخر، ولكن امتى وفوقاش؟ واش 2021 ولا 2022 ولا يموت قوم ويزيد قوم؟ ما نعرف. بالنسبه للماء اللي عنده راه غادي يمشي يكري الماء، يكري ويعمر الماء من بلايص اخرى. اما اللي ما عندوش الله يحسن العوان، انا راه عاد مشيت عمرت الماء، اللي عنده الماء راه غادي يمر الماء، واللي ما عندوش راه الله يحسن العوان. هذا هو اللي غادي نقول لهاد الناس هادو اللي هنايا وتقليدنا الناس المسؤوله. وشكرا، هذا هو اللي كاين. لكم الاخوان حنايا كيف ما كتشوفوا اليوم من الاخر حتى الماء اللي كيطلقوا لينا من 3 ايام ل 3 ايام وصلنا اليوم مخلوض. وبالنسبه فاش كنطلبوا حقوقنا كيقول لك ما كاينش الشاف ديال الاخر ديال لونيب ولا ما كاين حتى شي حاجه. وحتى الحاجه الوحيده اللي خاص الساكنه تستافد منها حتى المارشي ما كاينش عندهم. كنا في الايامات ديال كورونا كنا كنقولوا الاخر قال لنا حيدوا من هنايا، فاش حيدنا مشينا لواحد البلايص عندنا تقهرنا بالكراوات، مشينا خرجنا للشانطي، فاش خرجنا للشانطي جا عندنا الاخر المقدميه كيقولوا لنا لا حيدوا من هنا حيدوا من هنا حيدوا من هنا. فين غادي نمشيو حنايا وحنا هازين حنا اسر قدهم قداش؟ فين غادي نبيعوا حنايا ولا فين نديروا حنايا شي حاجه؟ عندي واحد السؤال، واش كتجي عند الصحافه هنا خويا؟ لا ما عمر ما جات الصحافه. سمعنا واحد القضيه ديال الصحافه ديال صوت العداله باعت عندكم. انا الاخر فاش سمعت هذاك الشيء مشيت الاخر دخلت اليوتيوب وكنقلب على نت صوت العداله لقيتهم تحطوا ذاك الفيديو ديال البارح. قالوا لكم على صوت العداله؟ قالنا بان الجماعه عطاتهم رشاتهم عطاتهم الفلوس باش يحيدوا ذاك الفيديوهات اللي صوروا. لا واد الحر انت شو الحاله كي دايره وشوف قطع لينا الماء في هذه الحاله هذه. يعني كتعانيوا من الواد الحاره استاذ؟ الواد الحار والماء انت تشوفها انت قدامك في هذه الحاله هذه اخويا. واخا المسؤول كيهبط عندكم هنا كيشوف هذه المشاكل ديالكم. لا والو هنا ما كاين مسؤول هنا لا والو. شوف هذه الحاله هذه شد قاعد الاصوات هادو تيصوتوك ما تيديروا لنا حتى شي حاجه. والو بتاتا والو. ها شوف قدامك الحاله انا شي حلال. لا حول ولا قوه. الرساله ديالكم لمن تبغيو توجهوا استاذ؟ ها الرساله ديالكم لمن تبغيو توجهوا؟ الله الوطن والملك. صح معقوله استاذ هذا الشيء غادي معقول. وجه الله الوطن والملك. شكرا استاذ. الحاله ديالنا كي داير الله يجازيك بخير. شكرا استاذ. كنخلصوا شهر كامل وكتجي فاكتوره ما عرف فين كيديو الماء، واش هما كيضيعوا وتيجيبوا لنا فاكتوره زايده. ودابا كون حنا الحي ساكن فيه هنايا تلقي لنا واحد الماء فايض الماء غادي فوق الارض وتيقول لك الماء مقطوع ما كاينش، وتيقول لك البير ناشف والماء رغم ذلك الماء غادي فوق الارض. خويا بالنسبه للشباب كاينين شي دار الثقافه؟ ما كاين دار ثقافه لا جمعيات لا حتى حاجه. الدراري مساكن راه جالسين ما كاين لا خدمه لا خدمه هنايا والو. الرئيس ما ساكنش هنا كاع. واش حنا غنديروا الرئيس يسكن معانا ولا الرئيس ساكن في خميسات؟ اش بغينا حنا هذا الرئيس هذا اللي يسكن في خميسات؟ والرئيس بغينا يكون معانا هنا يكون كيشوف الناس ديالو الجمعيات ديالو كيفاش كتعامل كيفاش كيخدموا الناس كيفاش. الماء ما كاينش عباد الله والواد الحار ما كاينش. الناس كون مشيتي دابا نديك شي بلايص واد الحار غادي فوق الارض هذا. لا اخويا وشكرا. مشاكل اخويا غادي الماء ديال الماء شهرين هذه كيكذبوا علينا. كنمشيو نعمروا الماء من البيار ديال العروبيات في الكرارس. كل مره يجي واحد يقول لك دابا الماء غايجيكم يعني كيمشي ست شهرين وانت ما عندكش. تيكذبوا علينا بتاتا. كتخلص شي فواتير استاذ؟ كاي جابوا لنا الفاتوره الاولى والثانيه قال لك فيها 5000 وحنا ما سكيناش الماء ما دارش في المكانه كاع والو ما جاش عندكم ما دارش. قال لك عندك 5000 الشفره بطايطاي ملي نهضروا معاه قال لك لا ديال شهر 7 وهي راه ديال هاد الشهور هاد الاخرين اللي ما عمرناش فيهم الماء. واخا بالنسبه لهاد الحاله هادي اللي قدامكم استاذ كيفاش كتعرف؟ انت كتشوف هاد الحاله هاد الحاله راه كندار معاها غاب بوحدها هي هذا كتشوف فيها. ردموها ومشاو خلوها. يعني كانت غتكون شي اصلاحات هنايا؟ كانت غتكون اصلاح. وهاد المنطقه كامله هاد السيري هذا ما عندوش الواد الحار. الواد الحار ما كاينش. حنا اللي ما عندناش الواد الحار قدام المدرسه.
واخا استاذ الرساله ديالكم لمن تبغيو توجهوها استاذ؟ لمن غنوجهوها؟ ما بقاش عندنا الثقه حتى في واحد، لمن بغينا نوجهوها؟ المسؤول ما بقاش عندكم؟ ما عندنا حتى شي مسؤول والو، ما عندناش اللي مسؤول، ما عندناش، شنو نكذبوا؟ دوك الرساله كتبقى صاحب الجلاله صافي، الاب الروحي صافي، سيدنا هو اللي بقى لينا، من غيره ما كاين حتى حاجه. المشكل اخويا عندنا هو انه هذا الشيء هذا اللي كيديروا لنا هنا راه ماشي معقول، واول حاجه وثاني حاجه كيدير كيبدا واحد الحاجه وكيمشيو يخليوها ما كيكملوهاش. واش غادي نقول لك بالنسبه الله يلطف بينا اخويا، اش غنقولوا؟ حنا كنطلبوا المسؤولين وكنطلبوا الناس زعما اللي غادي يجيو يشوفوا من حالنا ويديروا لنا شي حل لهذا الشيء. هذا الشيء اخويا راه بزاف علينا. اختي الاطفال كيفاش كيتعاملوا مع الاوضاع الشباب؟ كيفاش حنا رابطينهم؟ راه دابا كنسمعوا بحال رابطينهم، بحال دايرين لهم كورده، يعني ملي كنشوفوا شي حاجه الخطر ما تنخليهمش كاع يخرجوا للزنقه، يعني هذه حاجه باينه. بالنسبه للماء اختي، الماء هذه مشكلة سول عليها الصغير والكبير، معاناة كبيرة بالنسبة لمولينا كنسقيو بحال الناس ديال البوادي، الناس ديال العروبيات، هكاك ولينا دابا حتى حنايا. صدقوا شي مسؤول هنا هبط عندكم اختي؟ شفتوا شي مسؤول؟ خويا راه ما كاينش، ما عمرنا ما شفنا شي مسؤول، أنا بعدا بالخصوص كنحكم على راسي، أنا ما عمري ما شفت شي مسؤول داخل ولا داير شي مبادرة ولا كي ولو غير بشوية زعما باغي غير يزيد غير بشوية. شفتوا الصوت ديالكم أنهم كاينين شي حوايج؟ ماشي مرة ماشي جوج، الناس راه كيتجمعوا كيهبطوا حتى للقيادة كاع، ولكن حتى شي حاجة حتى شي نتيجة. ويلي راه ماشي غير هنا اللي عندنا الخبر، الرباط راه في الرباط، في كازا، في اي ناحيه تهضر على هذه البلاد كلشي ولا كيعرفها، ولينا بزاف ديال هذا الشيء، ماشي مشكلة. ماشي الماء الصالح، الماء الطالح للشرب هذا، هذا غير صالح هذا. يعني هذا هو اللي شي جنابه اللي تخلصوا عليه؟ يعني هو هذا كنخدموا حنا غير في الطواليط. وفاش كنخدموه؟ كنلقيو غير الوسط ديال الطواليطات ديالنا، حاشاكم.